السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ عبد الرحمن دكير على القناة دكير إنجليش، المصطلح 473 تريجر. هنا هذا أخ بين قوسين ما خصناش نقراو أخ، وهذا الرمز تيتقرا بحال حرف الجيم، تريجر تريجر، وهنايا يعني الصوت مرتفع على التي، تريجر 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 تريجر، يعني فعل، يعني إذا كان اسم هو يعني الكنز، وإذا كان فعل هي زعما شي حاجة اللي تتفرح بواحد الدرجة كبيرة بزاف. مثلا عفوا they are minded a sustainable lifestyle that they treasure، يعني هما فكروا في واحد نمط حياة مستدام اللي تي غادي يفرحهم على طول الوقت، يعني يخليهم ديما فرحانين. هذا هو المعنى ديالها. عاودوا معايا، they are minded a sustainable lifestyle that they treasure، they are minded a sustainable lifestyle that they treasure، they are minded a sustainable lifestyle that they treasure، they are minded a sustainable lifestyle that they treasure. وهكذا إلى أن نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.